شهر رمضان الكريم يعين أهل المعاصي والعادات السيئة على تركها، فالمدخن يعينه رمضان والصيام على ترك التدخين في النهار، وكذلك شارب الخمر وكل معتاد على معصية ويصعب عليه تركها، فيبقى عليهم المجاهدة في وقت الليل. فمن كان لديه رغبة صادقة في ترك معصيته فلن يمر عليه رمضان بدون تفكير جاد ومجاهدة، ومن استعان بالله على ترك عادة سيئة فلن يخذله الله كما وعد سبحانه. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ خليكم.